يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على معظم محافظات ومدن الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 30، الصغرى 19، إسكندرية 26 16، مطروح 25 16، بورسعيد 24 16، إسماعيلية 30 17 وجوها حار. بالنسبة لي السويس 30 16، العريش 26 17، طابة 27 19، شرم الشيخ 32 22، الغردقة 32 22 وجوها أيضا حار. بالنسبة لي الأقصر 35 21، أسوان 34 22، الوادي الجديد 34 20، شلاتين 32 21، حلايب 29 30 وجوها مائل للحرارة. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.